الرياضة في بث مباشر سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. تنسوا الأربعاء في الفوز الأربعاء القادمين نصف نهائي الشامبيونز ليج. إياد وصلتنا قناة التلفزيون فرصة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. تمريرة عرضية بدر المغري وهدف هدف لفائدة فريق الرجاء البيضاوي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. يعني في الوقت بدل ضائع تماما نفس السيناريو الذي عاشه فريق الرجاء البيضاوي خلال المباراة ضد أفريقيا سبور. المباراة حيث تم الإحراز لهدف في الدقة 90 كما تشاهدون موجة عاربة من الاحتفالات. كان هناك رد فعل رائع من اللاعب لم يغري وصية واضح لحسن بلعبيشة. أجواء من الاحتفالات على مدرجات فريق الرجاء البيضاوي. طبعا هناك أكثر من سبب كي يرقص الحارس شادلي. فريق الرجاء البيضاوي تمكن من الانتصار وبالمناسبة تمكن أيضا من احتلال المركز الأول في الترتيب العام بعد هزيمة فريق الجيش الملكي أمام الكوكب المراكشي. استياء أيضا للاعب فخر الدين. يعني موجة من الاحتفالات على مدرجات الملعب. أبو شروان شاهد هنا المحاولة من جديد. شاهد هنا الانطلاقة ثم تمريرة عرضية. كانت هناك تسديدة أولى تدخل رائع للحارس لم يغري. وحميد نطير يسجل. سفيان علودي يسجل هدف الفوز لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. هدف رائع. وفي هذه اللحظات يصفق الحكم معلنا عن نهاية المباراة بفوز فريق الرجاء البيضاوي بهدف 1-0 مستغلا اساسا هزيمة فريق الجيش الملكي حتى الان امام الكوكب المراكشي 1-0. وليصبح فريق الرجاء البيضاوي الاول في الترتيب العام ب 48 نقطة والجيش الملكي في المركز الثاني ب 47 نقطة. يعني اجواء رائعة من الاحتفال هنا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. انتصار رائع لفريق الرجاء البيضاوي ونتمنى ان يتدارك فريق الوداد البيضاوي الموقف خلال الدورات الاخيره. اسمع مني شكرا. اذا بهذه الصور صور احتفال فريق الرجاء البيضاوي بالانتصار وصور سياء الوداد البيضاوي للهزيمه. نودعكم نلتقي في الفرصه القادمه ان شاء الله. تحيه طيبه من القناه الثانيه. ولا تنسوا موعد يوم غد ان شاء الله عندما سينازل فريق المغرب الفاسي فريق الترجي التونسي في نهايه كاس افريقيا للانديه البطله. اذا بهذه الاعاده لصور هذه المباراه وهذا